<applause> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كلية سمنتارك تتنقو أزان صلاة جمعة إن شاء الله. نعم. Minta maaf ikhwani, uh, saya pun tak sempat nak bagi tahu. Tapi rasanya ramai di kalangan sahabat minta tadi. Uh, nah. Uh, insya InsyaAllah. Ikhwani kitab ni. Uh, kitab ini kitab bayanu fadli ilmi salafi ala ilmi khalaf. Kitab bayan Fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf. Bagi saya, kitab ini sangat penting. Bayan menjelaskan kelebihan ilmu para salaf berbanding ilmu para khalaf. Kitab ini ditulis oleh al-imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 795. Baik. Khuani, sekali lagi saya nak ulang banyak kali. Saya ingin um, ingin untuk mengulangi banyak kali dan berbanyak kali. Ikhwani, as-salaf. As-salaf, yani mereka yang hidup di di tiga abad pertama. As-salaf, hum an nabi wa sahaba. Siapa as-salaf? As-salaf, hum an nabi sallallahu alaihi wa sallam wa Sebab, ikhwani, wallahi, saya bagi tahu Ramai orang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghina para sahabat. Saya tengok orang semalam tulis kat saya Dia kata pergilah pilah wahai muhib Salah pi dia kata Pilah wahai muhib Pilah wahai muhib Wahai salah pi dia kata Ikhwan ni menganjing Dan menghina perkataan salaf Saya bimbang azab Allah subhanahu wa ta'ala Akan turun atas gulungan ini kalau kita sebut as-salaf humun nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabat sebab tu al-imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah الإمام عبد الله ابن المبارك تروس من إنجل كان حديث أغن قال لا تأخذوا عن عمرو بن ثابت عمرو بن ثابت ابن هرمز ابن هرمز أو هرمز عمرو بن ثابت ابن هرمز عبد الله ابن المبارك رحمه الله قال لا تأخذوا عنه لا تروي عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف كنبو عبد الله ابن المبارك تعم روايه عمرو بن ثابت كلام اللي مهينه علماء سلف. دان ان وصيه ميمون ابن مهران رحمه الله الامام التابعي الكبير وصيه وصيه عبد الله بن عباس قسنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما ميمون ابن مهران. ميمون ابن مهران انا اريد عبد الله بن عباس قال يا ميمون لا تسب السلف وادخل الجنه بسلام. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والسن كبار أنا أمير يد ميمون بن مهران يا ميمون لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام جاءنا منه هنا بارا سلفه طيب إخواني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دام حديث رواه البخاري ومسلم خير الناس قرني خير الناس قرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيت ما نسي أدله ملكا يهدوا بزمن أكم ثم الذين يلونهم kemudian mereka yang hidup di zaman seterusnya ثم الذين يلونهم kemudian mereka yang hidup di zaman seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dan ini ikhwani riwayat Imam Ahmad wa bukhari wa Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal khairukum qarni sebaik-baik generasi di kalangan kamu adalah yang hidup di zaman aku ثم الذين يلونهم kemudian mereka yang datang seterusnya Kata Abu Hurairah, لا أدري أذكر مرتين أو ثلاثا ثم ثم يخلف من بعدهم قوم يحبون السمانه كمدين أكندت قوم قوم ينسوك ويشهدون ولا يستشهدون مريك دي متى ويشهدون من متى انتو تؤجدي ساسي تابي سانجوب جدي ساسي, جدي سأسي يعني تدأ جاك أمانه إخواني رواية إمام أحمد وهي رواية صحيحة ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده لم رواية إمام أحمد قال سئل عن خير الناس قالوا يا رسول الله من أحسن الناس قال شابو ين أغان تربي قال أنا ومن معي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلدي دي تانيو سيبك أحما أنسي أن تربي قال أنا ومن معي ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا ثم من كمدين قال ثم الذين هم على الأثر hmm? رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم الذين هم على الاثر بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تانيا سيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين هم على الاثر نعم طبعا الحديث اني نعم اني حديث رواه الامام احمد بسند قوي طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي تانيا يا رسول الله اي الناس خير قال انا ومن معي سيبقاه مانوسيا تربي قال انا ومن معي اكو لمن برسامو يم برسام اكو قال فقيل له ثم من سلبس انك يا رسول الله دام بارا صحابه سابو يم قال الذين على الاثر مريكا ين أتس أثر يعني مريكا ين إكو رسول الله الأثر يعني كسان مريكا ين إكو رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ثم من يا رسول الله كمدين لبس أهل الأثر سبا قال فرفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأنا مريكا سبحان الله جدي إخواني السلف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دان صحابة دان تابعي طيب Yang ini penting. Baik, sebab tu ikhwani, kitab ini sangat penting untuk insya-Allah uh, menjelaskan siapakah uh, as-salaf. Baik. Kita dah sampai uh, kita dah sampai uh, muka surat berapa? Uh, nah. نعم أوكي، جدي إخواني، نحن كتير ده سامحى بحاجة، إلمو يام بهيو إلمو يان نعم. الخوض في سر القدر وقد ورد النهي عنه. يقى يعني أنتر إلمو يان تديه بدر الكلام أتبون إلمو يم من بشر يشو تقدير الله سبحانه وتعالى وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف. بنيا حديث، daripada Ali radhiyallahu anhu. Semalam kita baca siapa yang ada semalam? Uh, barakallahu fikum. Siapa yang ikut kuliah semalam? Uh, Hadis Ali radhiyallahu anhu qal inna Allah Subhanahu ingat eh? Inna Allah Subhanahu wa taala uh, wakala bi kulli uh, nafsin malakun yahmiha. Allah Subhanahu wa taala menugaskan bagi setiap jiwa ada malaikat yang menjaga. Hatta ma lam yati qadar, selagi tak datang takdir فإذا جاء القدر uh, فإذا جاء فإذا جاء القدر لم يغني عنه شيئا بلا ترون تقدير الله ملائكة يعني دي توجس كان أن تجاجو أن tak berguna bila turunnya qadar ingat semalam kita baca atau hmm. ataupun dalam satu riwayat yang sahih khallahu wa malaikat bila tengok takdir Allah Subhanahu wa taala datang maka dia akan tinggalkan uh, manusia itu kerana Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sesuatu jadi malaikat pun tak leh nak jaga kita. Baik. Sebab turun takdir Allah. Wa min zalika a'ni muhdathat al-umur, ma ahdathahu al-mu'tazilah. Dan perkara uh, juga yang uh, uh, dilarang. Ha uh, tengok ikhwan, An Ali wa ghairihi min as-salaf. Bila sebut Ali radhiyallahu anhu, Ali ikhwani di antara sahabat. Baik, Ali salaf ke tak? Naam, Ali salaf. عمر بن الخطاب سلفته نعم من من اكابر السلف. قالوا كي سبو السلف اخواني، بالين وتامن صحابه. لبس صحابه تابعي. تابعي ينبصا، لبس تابعي ده تابعين تابعي ينكتشي. لبستو تابعي التابعين طيب انت العلماء سلف سبوا استاذ، امام احمد. عبد الرحمن بن مهدي، امام مالك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينه، الليث بن سعد، الاوزاعي، مكحول الشامي، ميمون بن مهران. سعيد بن المسيب سعيد بن جبير علقم اي بوليترون سامباي سابو سلف الامام الكوسج إيه يعقوب الكوسج الامام الحرب الكرماني حرب الكرماني من السلف الامام ابن ها، ابن هاني إيه الاثرم ابن هاني ابو بكر الاثرم ابن هاني آه، سابو ابو بكر الخلال أبو بكر المروذي سموني سلف طيب نكتب عن علماء الحنابلة الشافعي سلف من س... الشافعي ناصر السنة من السلف مم. طيب إني سلف إخواني ينكي إيكو أمريكا بتبتول. طيب إبراهيم النخعي سلف حسن البصري محمد بن سيرين طيب؟ ابن تيمية سلف كدا لا ابن تيمية صاحب الكتاب ابن رشد الحنبلي كان سلف يعني خلف تبي الامام ابن تيميه رحمه الله كتاب كان على منهج السلف امام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله دي مهدوب منهج السلف دي باقي كتاب 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 سلف ايه طيب ابن تيميه بو سلف ايه السلف ين ادى دي ابد برتامه اني كنا فاهم. طيب بارك الله فيكم طيب ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول وهو أشد خطرا من الكلام في القدر الله أكبر دعني إخواني تيجون كات ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن ترى علم ينكر بدعة محدثات ينبارو ينتدى أدي زمن رسول الله هم؟ او كيتني تكن بدعة دلم عبادة تابي تنجل كان بدعة دلم عقيدة لأجي ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة، اي آه الكلام دان آه أصول أصول قا قا بني عقيدة ين دي أحدثه يندي ريكا يندي تبتة أوله معتزلة، ومن حذ حذوهم دان شاب ياقو مريكا من الكلام في ذات الله تعالى دين مريكا ينبرشكاب دين من الله وصفاته بأدلة العقول. wa huwa ashaddu khataran lebih bahaya apa dia mereka yang membicara dan buat akidah mengenai zat Allah yakni anna ya nafikan Allah atas arasy kan eh siapa mereka al-jaham Ibn safwan al-ja'd Ibn dirham uh, bishr al-marisi muhammad Ibn sya' al-thalji eh mereka ini yakni yang menafikan sifat Allah dan إخواني دي زمن صحابة تأبرنا إنجاد كات الإمام آه, آه, الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم بكن سلف تابي هو على منهج السلف ابن القيم مجدد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بون سبود سبناني دي زمن صحابة تأبرنا هذا سوا صحابة صفة الله تأبرنا هذا سوا صحابة بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبت وكان الله, اللَّهَ, كَانَ bila الله ان الله كان سميعا بصيرا بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجاري ابو جاري كاتينه رسول الله لتجاري تونجو كاتيني رسول الله كاتى ان الله كان سميعا بصيرا تأبرنا هذا صحابه رسول الله ان تشبيه تعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وان ربكم ليس بأعور تهن كامو بوكان اعور تهن hmm? كامو Wa inna rabbakum laysa bi'a'war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada kecacatan mata. Tak pernah ada sahabat yang bangun, bangun dan bangkit dia mencelah kata Rasulullah ini tashbih. Tak ada. Siapa yang buat? Man ahdatsa al-bid'ah Ha. sebab tu kata Ibn Rajab mereka ini yang berkalam mula bercakap mengenai zatillah wa sifatih mereka nafikan sifat Allah bi adillatil uqul dengan dalil-dalil akli mereka tinggalkan Quran bila Allah Subhanahu wa taala kata ar-rahman wa 'ala al-'arsy istawa mereka tolak ai tak kalau kata Allah istiwa atas arash maka itu tashbih ha kata ibnu najm wa huwa ashad khataran min al-kalam fi al-qadar membicara dan mereka uh, uh, pendapat baru mengenai sifat-sifat Allah dengan fahaman akal lebih bahaya daripada berbicara mengenai al-qadar. Tapi saya nak tanya soalan kepada mereka yang banyak belajar dengan saya, barakallahu fikum. Kita ada dua ahli bid'ah. Al-Jaham ibn Safwan wa uh, Amr ibn Ubaid. Mana lagi bahaya? Sekali lagi saya ulang. Kita ada Amr ibn Ubaid, kau orang kenal dia. Amr ibn Ubaid, kita ada Al-Jaham ibn Safwan. Mana lagi bahaya? Hmm. Harap-harap akhi ikhwan uh, Irwan ada insya-Allah. Irwan penting sangat kuliah ni untuk awak insya-Allah. Sangat penting. Barakallahu fiik. Saya pun dah hantar notifikasi tapi Irwan tak buat lagi Facebook nanti insya-Allah dia buat Sekali lagi ikhwani, barakallahu fiikum ina terbaik. La tukarain silap Uh, jawapan ini lagi betul sebab al-jahm ibnu safwan kenapa al-jahm ibnu safwan dia membicara dan dia antara orang yang paling awal menafikan sifat Allah amr ibnu ubay bahaya naam akhi sangat bahaya naam al-jahm -Jah -Al barakallahu fikum sabrina naam sahih al-jahm uh, Zulkarnain kenapa ulita amru kan kita tengok uh, kita baca kata ibnu rajab apa dikata? Wa min dhalik Ibn Rajab sebut antara perkara yang sangat bahaya membicara dan bercakap mengenai al-qadar dan menafikan qadar. Tapi itu yang dibuat oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man hadha hadhuhu min al-kalam fi dhati Ta'ala wa sifatatihi bi adillati al-uqul wa huwa ashadd khatara. Mereka yang berbicara mengenai sifat Allah dengan dalil akli lagi bahaya daripada bercakap mengenai qadar. Nampak tak? Abu Hanifah lagi bahaya. Naam. Tapi Abu Hanifah apa masalah dia? Abu Hanifah kata Al-Quran makhluk. Maka Abu Hanifah antara jahmiyah. Hmm? Seperti mana kata Al-Qadhi Abu Yusuf, mata jahmiyan. Wastutiba minal kufri maratain. Dua kali di istitabah. Diminta bertawabat daripada kata kufur. Apa kata kufur? Dikata Quran makhluk. Maka ikhwan ni kena ingat. Kena ingat bahawasanya من بيتَرَ منينائي زادَ صفة الله لا جباهي دربَد من بيتَر القدر لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله كرنا برشكَ منينائي قدر ما سنيا كتَم من بيتَر فعل فعل الله سبحانه وتعالى وهذا كلام في ذاته وصفاته تابي من بيتَر منينائي صفة الله كتَتَلَح من بيتَر زاد الله سبحانه وتعالى طيب جلس يا الله طيب وانقسم هؤلاء الى قسمين ده امريكاني كبار بارد احدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنه إني ين بوء بدعه دلم الكلام بوء بدعه دلم عقيده مريكا تربهاجي كبادي دو بهاجيا الاول من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنه من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين. ايوه. بهذا مرتامو يا يعني منافكا منافكا صفه الله دي باني منافي من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنه من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين. كنابو رما يدي كلام امريكا ين يعني طلع apa yang datang dalam Quran dan hadis kenapa list ilzamih عنده تشبيه بالمخلوقين kerana apa list ilzamih عنده تشبيه بالمخلوقين kenapa mereka tolak Quran dan hadis kononnya bila ikut Quran dan hadis akan membawa dia kepada tashbih yani bila dibaca wa kana Allah samia basira Dikatakan tak boleh kenapa uh, kalau kita ikut Quran nanti tashbih ha ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه بالله سبحانه وتعالى سبب بس الوجه ديو اكن ابو اكن كات تشبيه والعياذ بالله كقول المعتزلة سبرتي مانكات المعتزلة لو رؤية لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة أيوة طيب يا سلام كات ابن رجب رحمه الله تعالى طيب إخواني ابن رجب تيجوا بها ابن رجب Dia bukan salaf. Tapi Ibn Rajab rahimahullah menghidupkan madhab salaf dan tunjuk kepada kita betapa bernilainya ilmu as-salaf. Mu'atazilah kata apa? Baik Mu'atazilah kata, Lau ru'iya lakana jisman. Mu'atazilah, kenapa mereka menafikan kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat? Aywa. Eh? Ikhwani, ini isu sangat penting. Isu yang sangat penting. Kenapa Mu'atazilah منافكا من لا حديث مليها الله سبحانه وتعالى دي اخر كنابو ملك كات كولونيا لو رؤيا لكان جسما مريكا كات كالو كيتا مليها الله كالو دي بنر كان أتبون دي 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 كالو كات المعتزله سدان كان الله سبحانه وتعالى كات وجوه يومئذ ها القران الله سبحانه وجوه يومئذ هذا سبب ها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها تلا مريكة القرآن ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بكنابو مريكة تلا القرآن سبب أمريكا كتى كلاو كتى من كان ملها الله في Maka bermaksud kita kata Allah Subhanahu wa taala berada di jihad. Kalau kita kata berada di jihad, jihad yang ni arah. Maksudnya dia ni mahdud. Kalau kita kata mahdud, dia ni jisim. Kalau kita kata jisim, ha tengok, ini semua akli. Ah, ha, ni semua ikhwan ni gunakan akal untuk mentafsirkan sifat Allah, maka mereka sesat dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tolak Al-Quran. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang paling kuat حديث صحيح متواتر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ما وجد على وجه الارض اكثر تواتر تواترا من هذا الحديث تدأ وجد التسمك بومي حديث لبه متواتر بدأ حديث انكم ترون ربكم يوم القيامه انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم kata kamu akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala seperti mana kamu melihat bulan ini atudaru atudamuna fi ru'yati al-qamar laysa dunahu kamu ada tak menudai dan perlukah kamu bersesak-sesak untuk melihat bulan tanpa dihalang oleh gumpulan awal sahabat kata tak qal fa kadhalika tarawna rabbakum begitu kamu melihat Allah sebab tu ikhwani bangkit ulama salaf kata الله سبحانه وتعالى يرى في الاخره بجهه نعم بجهه آه من ما سلف اخواني بلا بانكي علماء جهميه علماء سلف ترباس علماء سنه علماء الحديث بانكي اثبات الجهه لله بلكي يو كتاك منها الله دي ستؤرى يو بكان مأسور تجسيم تا تبي سبرتي من رسول الله سَبْوَتْ kamu akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti mana kamu melihat bulan ini tanpa kamu dinudai tanpa kamu disesat tanpa kamu dilarang dan bergaduh seperti mana kamu melihat bulan ini tanpa ada awan yang menghalangnya subhanallah nampak ikhwani sebab tu ulama salaf sebut istawa ikhwani sebab subhanallah baca kitab salaf kitab ad -Dashdi. wallahi ikhwani best kitab yang sangat best. Banyak perkara kita tak tahu. Dan sebenarnya siapa yang baca kitab ni kitab ni? Subhanallah. Kitab yang amat indah. Kitab yang amat-amat indah ikhwanik. Demi Allah saya subhanallah ni kitab ni. Semalam saya telah sampai kat sini. Isbatul julusi 'ala al-'Arsh. Ha. Hatta Imam Ad-Darquti rahimahullah saya terkejut Imam Ad-Darquti kata masya-Allah ولا تنكروا امام انت مع اخواني أه، امام الدارقطني رحمه الله دي قصيده الامام علي بن عمر الدارقطني انت قال ولا تنكر انه قاعد ولا تنكر انه يقعده جان انكر الله دودو التسع جان الانكر الله سبحانه وتعالى كم باقي محمد صلى الله عليه وسلم دودو دي التسع رجل سبحان الله سبحان الله اخواني هذه عقيده السلف عقيده الاستواء ادك سني اعطيك سبل امام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله سبل بها وسنيا الله بلي دودو يكو سكر ويرتفع اذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس عقيده عثمان بن سعيد الدارمي، جقع عبد الوهاب عبد الوهاب الوراق، هذا جقع، امم امام عبد الله تنم كتاب السنه، سئل ابي عما روي في كرسي وجلوس الرب عليه جل ثناؤه، بلا إمام احمد تاني يوم الله دودو اتس كرسي، قال كاتب امام عبد الله رايت ابي يصحح هذه الاحاديث احاديث الرؤيا ويذهب اليها سبحان الله، كان امام عبد الله كاتب ايها اكو من تصحيح كان menegaskan bahawasanya hadis-hadis mengenai julusullah 'ala al-'arsh dan melihat Allah di hari kiamat semua hadis sahih. Jadi ikhwani, nampak? Baik, kita sambung insya-Allah. Jadi, kenapa Mu'tazilah sanggup dan tergamak menolak boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat? Mereka kata lauruyah lakana jisman. Kalau boleh melihat, mereka kata kalau boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bermaksud Allah itu jisim. Liannahu la yura illa fi jiha. Apa dakwah mereka? Kalau boleh melihat Allah, maksudnya kita melihat Allah di satu arah. Bila melihat Allah satu arah, maka di jisim. Ha, semua ni ikhwan ni, ini akidah mereka. Tidak ada dalam akidah Ahlus Sunnah. Para sahabat, para salaf, tak pernah bicara, tak pernah kata Rasulullah, kita melihat Allah di hari akhirat? Rasulullah kata ya. Sahabat tak pernah kata, oh kalau melihat di arah, itu tajsim ya Rasulullah sahabat tak pernah buka mulut sebab mereka beriman apa yang datang daripada Allah apa yang datang daripada hadis nabi mereka terima dan beriman tanpa soal hmm sebab itu Imam Ahmad ikhwani antara sebab Imam Ahmad dipenjara sebab apa ramai orang tak tahu Imam Ahmad dipenjara kerana Imam Ahmad rahmallahu kata bukan Imam Ahmad kata Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan suara تبي إمام أحمد قال بلدي تاني نتقوني يا الله أثر طيب نيمو طيب <مم> آه، إمام أحمد رحمه الله والله إخواني بلا باتش كتاب الدشتي سبا تنجو كتاب الدشتي سبا ينسبو سرو كتاب باتشل. كتاب إمام آه محمود محمود ابن أبي القاسم الدشتي ابن ابن تيمية بتوله ماما أو كان سياء ابن تيمية سبب ابن تيمية كتاب الكتاب الدشتى وإثبات الحد إثبات الحد كتاب الدارمي ابن تيمية سره بكته إخواني ابن تيمية مجدد رحمه الله بدت له أثرني تينقو بالإمام أحمد دلم بن جاره باقي ما أنا جهبية معتزلة أحمد ابن أبي دؤاد القاضي القاضي أبي دؤاد yang tangkap Imam Ahmad dan dia sangat benci Imam Ahmad? Ahmad ibnu Abi Du'ad yang meninggal tahun 240. Rasu meruus jahmiyah. Kita biasa panggil dia Mu'tazilah. Tak ikhwani, dia dia Jahmi. Qala, tengok bagaimana dia hasud khalifah supaya bunuh Imam Ahmad. Ya Amirul Mu'minin inna hadha, yani Ahmad ibn Hanbal, za'ama anna Allah yura fil akhirah. Hmm. أبكت ابن أبي دؤاد لعنه الله الكافر طبعا إخواني تلاه دي كافر كان ابن أبي دؤاد إمام أب أحمد تلاه كافر كان دي قال يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد كت وهاي خليفة تينه أحمدني أحمد بن حنبل دي من دعوة الله سبحانه وتعالى بولدي ليها دي أخرة والعين لا تقع إلا على محدود عتقم كنبة جهمية دم معتزلة من لا melihat Allah di akhirat sebab ini hujah mereka dia kata apa al ainu la taqa'u illa ala mahdud dia kata mata hanya boleh melihat sesuatu yang mahdud yakni terhad wallahu ta'ala la yuhad dia kata kononnya Allah Subhanahu wa ta'ala tak boleh kata dia ada had sebab tu ikhwani ulama sunnah seperti penulis kitab uh, ad-dashti ini. kitab ni kejap saya tunjuk كتاب الدشتي رحمه الله يمكسر صور اوبن سيئ اكن بوتون دان لتاك جروب ان شاء الله سبب بنتين سنة سيئ اكن كرة ابن ابي دؤاد دان لتاك دالن جروب ان شاء الله سباية صحابة دالن كلية تيقون طيب سامو جوغا اخواني سامو جوغا استري جهم ابن صفوان استري الجهم ابن صفوان وروى ابن ابي حاتم رحمه الله باسناده عن الاصمعي، الاصمعي علماء هبة كتابنا هبة شركا. الاصمعي ينكرت ابو حنيفه، يا علماء سنه دي علماء سنه ده ان امراه جهم لعنها الله واياه استري جهم ابن صفوان كانت تسخر من الاستواء. يا الله ايميلها اخواني استري الجهم ابن صفوان دي منغنجين منغنجين الرحمن على العرش استوى دي منجنج. تقول محدود على محدود. معصوميا دي انتو منين جي اه الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى الله سبحانه وتعالى دود اتس دي ديكت محدود على محدود يعني محدود يعني ترحل استغفر الله دي دي اه دي من محدود فقال الاصمعي هي كافره بهذه المقاله الله اكبر والله اخواني كنا تونس الاصمعي رحمه الله كفر يا لطيف يا لطيف الاصمعي كنا ثلاث بنتين الامام الاصمعي رحمه الله كفر زوجة الجهم عندما قالت لكتابا عندما قالت مستهزئة عندما قالت مستهزئة Bistiwa illahi ala al-arsh Kan dia mengejek istiwa Allah atas arash Apa dikata? kata? Mahdudun Ala mahdud Allahu Akbar Dasha' eh? Maka Imam Al-Asma'i rahmahullah Kala hiya kafirah Tengok ikhwani Siapa yang mengejek Athar Ataupun mengejek Quran Dia kafir Tayyib Kenapa ikhwani? Sebab itulah Ulama' sunnah Bangkit dengan kitab Yang itu Ini dia Wallahi kitab yang Allahu Akbar ikhwani Saya menjadi Tak <tiduk> tidur pukul semalam tidur pukul 2 pagi Duk baca kitab ni Saya tak boleh nak tidur Ni kitab yang sangat hebat Isbatul haddi azza wa jal Al-imam Abu Muhammad Mahmud Ibn Abil Qasim Ad-Dishti Rahimahullah ta'ala Taib Dia meninggal tahun 665 Taib Ustaz Adakah dia ni ulama' salaf? Dia bukan salaf Tetapi dia ikut mazhab ulama ussalaf. Tapi ikhwani insya-Allah sebab dah waktu Jumaat dah dekat saya pun nak pergi masjid. Insya-Allah kita akan sambung lepas solat Jumaat insya-Allah. Kita sambung lepas solat Jumaat insya-Allah taala dalam pukul 2.30 gitulah. Boleh insya-Allah kita dapat uh, sambung walaupun ada beberapa orang saya sanggup insyaallah sebab kitab ini saya nak habiskan se sebab kitab ini sangat penting. Jadi kita dah sampai kat sini nanti kita sambung insyaallah wa qauluhum law kana lahu kalamun yusma'a lakan Sebab tu mereka pun menafikan kalam Allah. Ayuh. Kenapa mereka kata Allah tak tak ada tak ada suara? Sebab mereka kata kalau Allah bercakap maka jadi jisim. Semua bagi mereka tersin. Sebab itulah ikhwani sebenarnya mujassimah yang sebenar adalah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah mereka tersin sebab setiap sifat Allah yang tidak merupai makhluk mereka terus membayangi seperti sifat makhluk maka sebenarnya mujassimah ini adalah uh, uh, adalah mu'tazilah dan jahmiyah dan asy'ariyah sebab tajsim datang dalam فهمانهم والله اعلم ان شاء الله kita سنى ان شاء الله موك سرات 54 ان شاء الله تعالى طيب kita sambung ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نعوذ بك من علم اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب له ان شاء الله kita sambung بقدوه lepas salat Jumaat insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kudus tengah insya-Allah hari sebar fik. Insya-Allah 2.30 kita sambung insya-Allah. Assalamualaikum.